أن من معاني الابتلاءات والآيات العظام ما أراده الله عز وجل من رجوع العباد إليه وتضرعهم بين يديه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فيتضرعون ويضرعون ويرجعون، حكم إلهية يراد أن تعيشها البشرية في طيات المحن والابتلاءات والكوارث العامة والأوبئة التي تجتاح الناس وتقلب دنياهم رأسا على عقب. هذا من أجل أن يفقه البشر أن لهم ربا عظيما ينبغي أن يعودوا إليه. فإذا ما عاشت البشرية في مرحلة من مراحل الحياة طغيانا أو إعراضا واستكبارا، جاءتها الآيات لتعود إلى رشدها وتفيق من غيها. فأما إذا أبى الإنسان واستكبر وأصر على الإعراض وأبى إلا النكوص والاستمرار في طريق الغي، فإنه أبأس ما يكون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.